أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رجل الأعمال الأستاذ مؤمن من شيدز كوفي. أهلا أستاذ مؤمن. أهلا وسهلا بك. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج، ونتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع الكوفي. أنا اسمي مؤمن محمد، عندي 25 سنة من مصر. بدايتي مع الكوفي، انا كنت بحب القهوه جدا. انا اصلا تخصص اداره اعمال من جامعه العين في ابو ظبي، فبس شويه ربنا ما وفقنيش يعني بعد ما اتخرجت. وانا كنت غاوي جدا القهوه، كنت حابب جدا القهوه وحابب اتعلم عنها، فاخدت كورسات، دخلت معهد بيعلم القهوه واخدت الشهاده وبقيت سيرتيفايد باريستا. وقلت خلاص، بعد ما رحت البيت جربت ابيع من البيت، وما شاء الله كان في فيدباك عالي جدا، فقلت خلاص الفيدباك كويس كده، why don't I open a place. فبصيت برضو، عانيت شويه في ان انا الاقي مكان افتح فيه، بس فجأة كده سبحان الله لقيت اختي بتكلمني في التليفون بتقول لي احنا لقينا مكان و let's do something together. قلت خلاص، انا كنت ساكن في ابو ظبي، قلت ماشي دي فرصه. I packed my things وسبت أهلي في أبو ظبي وصحابي وكل حاجة، وجيت على طول على دبي وبدأت أبني أنا وأختي المشروع شيدز كافي. Wonderful. أستاذ مؤمن، ممكن تحكي لنا المزيد بداية عن الأطباق، العصائر، المشروبات الساخنة والباردة اللي بتقدموها داخل الكوفي؟ أوكي، إحنا specialty coffee، يعني a very high quality premium coffee beans اللي عندنا. طبعا one of the best selling coffee اللي هو شيدز سبيشال، اللي هو نوتيلا لاتيه، وعندنا السبانيش لاتيه، وعندنا كمان موهيتوز بيتش وميكس بيريز. الاطباق الاكل الرئيسيه اللي عندنا، البست سيلر عندنا التشيكن برياني والايطاليان تشيكن راب والتشيكن بيستو كمان. ذا مين فود شويه ايطالي، ف يعني جدا رائع الحمد لله. بالنسبة للديزرت، التوب سيلر عندنا الشوكليت مافن والبلو بيري مافن. رائع جدا. أستاذ مؤمن، لو حبينا ننتقل للتميز، نؤمن في دبي المنافسة جدا عالية، كيف تميزتوا وكيف وصلتوا للنجاح اللي وصلتوا له اليوم؟ أوكي، الحمد لله بعد شغل جديد جدا، أنا وأختي حبينا نقدم حاجة جديدة، لأنه زي ما حضرتك قلت في دبي الناس كلها متميزة والناس كلها عندها أحسن حاجة من الأكل وأحسن حاجة من البرزنتيشن وأحسن حاجة من المشروب. فالحاجة اللي اختلفنا بيها شوية إن إحنا كنا حابين الفكرة بتاعت الكافيه إن هو كوميونيتي كافيه، إن إحنا نجمع الناس مع بعض، الناس تتعرف على بعض، دي شير الستوريز بتاعتهم، الاكسبيرينسز بتاعتهم، يعملوا علاقات. فاحنا بدانا نعمل الموضوع ده ثرو اوت الايفنتس اللي احنا بنعملها. فاحنا عملنا، كنا بنعمل مورنينج يوجا سيشنز، الناس تيجي كده على الصبح تبدا يومها كده في اللذاذه مع كوبايه قهوه طبعا من عندنا او سموذي. وبرضو عملنا جيم نايتس وعملنا سوشيال جاذرينجز، وما شاء الله كانت كلها يعني نجاحات كبيره. من احدى الايفنتس اللي كانت ناجحه عندنا اللي هي بتكون التشاريتي ورك، فاحنا كنا بنعمل حاجه بسيطه، كنا بنعمل ميل باكينج، هي اوريدي ميلز جاهزه، احنا بس بنحط شويه ميه، فروتس، بسكوت، وبنوزعها للناس المحتاجه يعني. ودي كانت يعني برنامج تطوعي رائع جدا. فاحنا فكرتنا ان احنا وي وانت تو برينج بيبل توجذر، ينبسطوا مع بعض و they make connections و over a premium cup of coffee من عندنا. رائع جدا. أستاذ مؤمن، لو حبينا ننتقل للمستقبل، شو الخطط المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية للكافي؟ حلمي اللي أنا أصدر قهوة للعالم كله، فيكون عندي مزرعتي الخاصة ويكون عندي المحمصة بتاعتي الخاصة، واللي أنا أنشر القهوة بتاعتي للعالم كله. وبحب أشكر دولة الإمارات على الأمن والأمان اللي احنا فيه، وعلى أن هي ادتني فرصة لأن أقدر أحقق حلمي هنا. نتمنى لك دائما التوفيق وتوصل للعالمية. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ مؤمن، بالنهاية بدنا نخبر جميع المشاهدين اللي عم يشاهدونا حاليا، كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الكوفي؟ احنا متواجدين، شيدز كافي متواجد في N5 Tech في دبي انترنت سيتي في دبي. عندنا on Instagram shades.dxp، يقدروا يتواصلوا معنا اللي عايز يحضر any of our events، او حد حابب يحجز قاعة
ويعمل الايفنت بتاعه، واحنا برضو نقدر نعمل كده. برضو احنا بنعمل كيترينج للناس اللي بتعمل ايفنت في المكان اللي احنا فيه. فشيدز.dxb على الانستغرام بتاعنا. شكرا جزيلا استاذ مؤمن، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. امين يا رب. آمين. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.